أكيد يا أسامة، يعني ويمكن الأمور مرتبطة ببعضها. كان أسامة اتكلم عن وجود ابن الوزير السابق العامري فاروق ونائب رئيس النادي الأهلي في إحياء ذكرى شهداء النادي الأهلي اللي كل سنة أكيد ما بننساهمش، اللي عندهم علامة مميزة داخل النادي الأهلي بتذكرنا بيهم، اللي كل سنة يكون حريص كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على التواجد مع أسرهم وإحياء ذكراهم. لأن أنا بشوف يا جماعة، لسه كنت بتكلم في إن أنت ممكن تقدم للنادي الأهلي كلاعب، كإداري، كإعلامي، أيا كان الموقع اللي أنت فيه تقدر تقدم للنادي الأهلي. بس هو السؤال، انت ايه حجم التضحية اللي ممكن تقدمها للنادي الاهلي تقترب او تقترن بما قدمه؟ ودي الصورة اكيد قدامنا، كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الادارة. كانت مشهد مهم جدا، وادي النصب التذكاري الخاص بيهم، وكالعادة شهداء النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. هذه رسالة، لأن من يقدم للنادي الأهلي شيء لا ينسى، ما بالك بناس قدمت حياتها وفقدت حياتها وهي كانت بتحب وبتشجع النادي الأهلي. يمكن أنا يحضرني كمان إصرار كابتن محمود الخطيب وقت هذه الفاجعة على إنهاء رحلة علاجه والعودة. قدامنا أعضاء مجلس الإدارة والمشهد اللي كلكم بتشوفوه، مشهد راقي، مشهد يليق بإحياء ذكرى حدث مهم جدا في النادي الأهلي، وإن كان مأساوي ولكن على قدر طبعا قيمة الحدث وتأثيره في التاريخ، وعلى قدر قيمة هؤلاء المشجعين بيأتي الحرص على إن هم لا ينسوا أبدا يا أسامة. تأكيد يا فارس، زي ما انت قلت، اللي بيقدم حاجة للنادي الأهلي لا ينسى، ما بالك بجماهير قدمت أرواحها في آخر اللقطات ليها. كانت بتقول ويوم بطل أشجع هكون ميت أكيد. طبعا طبيعي جدا أن النادي الأهلي لا ينسى جماهيره، ودي أحد يعني المقولات الشهيرة في أحد الخطابات للكابتن محمود الخطيب. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين، حتى يعني نجوم كرة اليد وكباتن كرة اليد، وده مشهد اعتدنا عليه كل واحد فبراير أو كل أول شهر فبراير من كل عام. طبعا أساطير كابتن سيد لاشين طبعاً. وطبعا نجوم في كل الألعاب بيتواجدوا، كابتن عبد الله عبد السلام، كل الألعاب بيكون الكباتن موجودين، مع أيضا حتى ألعاب الصلاة سيدات. وده مشهد اعتدنا عليه، وده يمكن بيمسح بعض الحزن عن قلوب أمهات الشهداء الذين نحسبهم شهداء إن شاء الله عند الله، لأن ده نوع من أنواع إحنا فاكرينكم ومش هنقدر ننساكم ومش هننساكم. وبالتالي أنتم مش بس في قلوب أو في قلب النادي الأهلي في الجزيرة، أنتم في قلوب كل عشاق النادي الأهلي، فرحمة الله عليكم. ويا رب يا رب يعني ما تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى على الإطلاق، لا مع النادي الأهلي ولا مع أي نادي آخر، لأن الأمر كان حقيقي فعلا، أمر يعني فاجعة للرياضة المصرية، بل للرياضة الأفريقية، بل للرياضة العالمية بالفعل. لكن رحمة الله على 72 شهيد إن شاء الله نحسبهم عند الله.